ماشي الا موافق لبعض. يعني هو الوحيد اللي سافر احمد عمر جاب، هو لو ما كانش موافق انا كنتش هوافق انا ومجلس. هو وافق وقال له استاذن رئيس النادي باب مفتوح، بس التلويح بعقود وهميه في الصحف هيبقى فيه سبع سنين. حازم امام جاي له عقد، يليق عقد رسمي يليق بيه ويليق بالنادي فورا، يروح باك يمين يروح باك شمال يلعب راس حربه، هم حرين هناك يعملوا اللي عايزين يعملوا، بس عقد يليق بيه. احمد توفيق وهو تحذير نهائي لاحمد توفيق، علنا اهو عندك عقد اهلا وسهلا هات، هنقعد كل خمس دقايق اعرف الجنان ده جاي مش عارف من راس الخيمه، لا ده من مش عارف منين، لا انا اسف. اللي عنده عقد جدي النادي اللي عايزه يبعت لنا ندرسه، لانه بيليق باسم النادي وقيمه اللاعب عند النادي ده بتليق باللاعب والنادي، ما عندهاش مانع اي لاعب ايا كان اسمه ايا كان اسمه ما فهموش الناوي ايا كان اسمه، كلامه واضح. هنقول له اتفضل